السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في بيربر بلوك وفيديو جديد. اليوم راح نحكيو على موضوع جديد ونخرجوا كاع النطاق هذاك تاع الاقامه والايميغريشن وصوالح واحد اخرين. اليوم راح نتعلموا اللغه الكوريه ونبداو بالارقام الصين والكوريه، باسكو عندنا في كوريا يستعملوا زوج ارقام، سينو كوريا سينو كوريان نمبرز ونيتيف كوريان نمبرز. حنا نبداو سينو كوريان نمبرز مع صاحبي الفلبيني دين. عزيز سلوفين او يحكي امازيغيا بالك. الوغ راح نبداو بالارقام الصين وكوريه وكيفاش ينطقوهم هنايا. ما هي كي نقول لكم كاين زوج ارقام مش معناتها يختلفوا في الكتابه، وانما يختلفوا غير في النطق تاعو. حنا نبداو بالصين وكوريان نمبرز، هي ارقام جابوها من اللغه الصينيه القديمه. الوغ وي ستارت. يس You spell it in Korean? Yes, and you're going to say it in English? English, I mean native language? Yes. Okay. راح نبدأ من واحد لعشرة. We start from one to ten. Okay? So, let's start. One. Il. Two. I. Three. Sam. Four. Sa. Five. O. Six. Yo. Seven. Chil. Eight. Pal. 9 كو 10 شي هايك من واحد حتى لعشرة. دوك نعاودهم انا يا بالك من صاحبي ما تفهموش كي راهي زرت شويه. دوك نعاودهم من واحد حتى لعشرة. نبداو بالواحد باللغه الكوريه هي ال. ال زوج. اي. اي ثلاثة. صام أربعة. صا خمسة. او ستة. يوك سبعة. تشيل ثمانية. بال تسعة. كو وعشرة هي شيب باللغة الكورية. Now we move to 11 to 20. To 20. Like from 11 to 20 we start like we have sheep and one. Right. It's like having 10 and one. One. 10 and two. Yes. اوكي سو باللغه الكوريه من 11 حتى ل 20 تولي كي شغل عندنا 10 و1 10 وزوج. سو 11 شيب ايل. شيب ايل كي شغل نبداو بال 10 نزيدو لها الواحد كي شغل عندنا 10 و1 شيب ايل. 12 شيب اي. 13 شيب سام. 14 شيب سا. 15 شيب و. 16 شيب يو. 17 شيب تشيل. 18 شيب بال. 19 شيب كو. Now 20 20 is now different. دوكا نعاودو نعكسو. 2 and 0. Yeah, 2 and it's like 2 and 10. Right. 2 10. كشوط 20 كشوط عندنا زوج عشرات. تقول اي شيب. تولي العكس كيما بدينا الاول. مع الاول بدينا بالعشرة لولينا الواحد الواحد كشوط بدينا بعشرة تولي من العشرين للفوق تولي تحسب بالعشرات كشوط. شحال عندنا من لاكوش حتى لادروات بالعشرات. عندنا 30 تولي عندنا تلت عشرات صام شيب. عندنا 40 ربعة تاع العشرات صا شيب. 50 او شيب وهي رايحة. 60 يوك شيب. 70 تشيل شيب. 80 بال شيب. و 90 كو شيب. من بعد نوصلوا لل 100. ال 100 100 in Korean numbers. 100 in Korean numbers it's big. كلمة جديدة new word we use it for. Yes, 100. ال 100 بالكورية هي big. big. من بعد كي نبداو نحسبوا من 100 للفوق نقولوا 101 big ill. هي 101 بيك إيل. 102 بيك إي. 103 بيك سام وهي رايحة حتى لحقوا العشرة. 110 how to say it؟ and بيك شيب. yeah بيك شيب وزيدوا نطلعوا بيك شيبيل هي 111 بيك شيبي هي 112 وتطلع حتى 120 بيك إي شيب بيك سام شيب بيك سا شيب وتطلع حتى تلحق الميتين تاع
200. It's e-back. E-back. 300. Sambek. 400. Sabek. 500. O-back. ونطلع واحد الحكو 900. 900. Kubek. And now it's for 1000. It's another word. It's another term for numbers. It's chon. والالف باللغة الكورية ثاني نستعملوا كلمة جديدة وهي تشون. تشون هي الالف باللغة الكورية. وكيف كيف كما قلنا على المية كيف كيف مع الالف نبدأ نقوله تشون إيل هي الف واحد 1001. تشون إي هي الف وزوج أو تطلع حتى العشرة. تشون شيب هي الف وعشرة بالكورية. ونطلعوا حتى اللحقو ألف أمية. تشان بيك هي ألف أمية. تشان إي بيك. تشان سان بيك وتطلع حتى لحقو ألفين وهي توجور نقولو نبداو من لاكوش زوج تاع ألف تو تاوزن. إي تشان سان تشان سان تشان ربع ألاف خمس ألاف أو تشان حتى لحقو تسع ألاف هي كو تشان وتزيد تطلع على 10,000. Now for 10,000 yes. Another word again. For another word again for 10,000. So in Sino, in Korean numbers, it's man. Man. Man هي 10,000 باللغة الكورية. اللغة الكورية باش تقول 10,000 ماشي تقول 10,000 كما كنا نقولوا زعما 10 تاع 20 ولا 2 تاع 20 3 تاع 20 هي كلمة جديدة ديفيني 10,000 بالكورية تقول مان. مان هي العشرة آلاف. مان it's 10,000 in Korean Sino Korean numbers. كيف كيف مع العشرة آلاف كيف كيف تبدأ تطلع مان إيل مان إي حتى تلحق العشرة. مان شيب مان إي شيب بعد حتى العشرة آلاف ومية. مان بيك عشرة آلاف حداشن آلاف تقول مان تشان. مان إي تشان اثناشن آلاف تلطاشن آلاف ونطلعوا تلحقوا العشرين ألف. العشرين ألف باللغة الكورية ثانية كيف كيف مع الأول العشرة ألف وحدة ويولو عندنا زوج تاع العشرة ألف تولي تقول إي مان هي 20,000 إي مان سام مان 30,000 40,000 50,000 is أو مان وتطلع تلحقوا 100,000 باللغة الكورية. 100,000 باللغة الكورية ما عندهاش كلمة باش تقول 100,000 وإنما تقول 10 تاع 10,000. 10 of 10,000. 100,000 in Korean. 100,000 in Korean is e ship. Oh no, ship man. Ship man. Ship man هي 10 تاع 10,000. Ship man هي 100,000. 100,000 بالكورية ما تقولش 100,000 تقول 10 تاع 10,000. Ship man. اي شيب مان وتطلع 200,000 300,000 300,000 سام شيب مان 400,000 400,000 سا شيب مان وتطلع حتى تلحق المليون. المليون بالكورية هي 1 مليون ان كوريان. 1 مليون ان كوريان نمبرز از بيك مان هي تولي 100 اوف 10,000. So 10 مليون بالكورية هي المية تاع العشرة آلاف يعني عشرة آلاف وحدة ونزيدوا لها مية تاع العشرة آلاف. مية تاع العشرة آلاف كيش وقت عشرة آلاف هذيك العشرة آلاف بالكورية تولي كيش وقت عندنا وحدة والوحدة هذيك اسمها مان وبها نطلعوا حتى المية آلاف نقولوا عشرة تاع الوحدة هذيك الوحدة هذيك اللي هي مان عشرة تاع المان عشرين تاع المان وهي تطلع حتى تلحق المليون. المليون تقول مية تاع المان. بيك مان. بيك مان هي المليون. 1 مليون in Korean it بيك مان. وكان بزاف ما تفهموهاش تتلف لكم قعدوا غير في الارقام الصغار من زيرو حتى المليون. And we forgot about zero. Zero. Okay. Zero how to say it in Korean. Zero is gong. Gong. So zero, I think we use it when we spell when we do phone number. Numbers. Yes, yes. Phone numbers, we say gong. Gong. And for other numbers, when you use it for other things like time yes. or money or anything, you say yon. Yon. Yes. Okay.
الزيرو باللغة السينو كورية تستعملوها كي تقول زعما كي واحد يقول لك اعطيني النيميرو تاعك what is your phone number and you spell it الزيرو كيما في التليفون واحد يسقسيك على النيميرو تاعك ولا تعطي له النيميرو تاعو ولا تاعك ولا تقرا المهم النيميرو تاع التليفون تقول كون او كي تستعملو في سوا واحد اخرى كيما دقايق تاع الساعة ولا تحسب ليام ولا الصوار تقول يون يون هي الصفر باللغة الكورية الور الصينو كوريان كما قلت لكم هي ارقام جايين جايبينهم من اللغه الصينيه القديمه ماشي كما النيتيف كوريان نمبرز هي ارقام اصليه كوريه هي صعيبه شويه بارابور صينو كوريانس على بها بدينا بالصينو كوريانس والصينو كوريانس يستعملوهم للوقت they use it for time only for minutes and seconds and for counting money days months months years age phone numbers it's limited on these things هذه يستعملوهم غير في الوقت غير دقائق ولي سكوند باسكو الساعه يحسبوهم بالنيتيف كوريان نمبرز حاجه واحده اخرى يحسبوا بهم الدراهم يحسبوا بهم الايام شهور الاعوام العمر تاع البنادم والنيميرو تاع التليفون نعاودوا نريفيزيو شويه برك من 1 10 سو وي ريبيت اجين فروم 1 فروم 0 وي ستارت ويز 0 تو 10 اوكي جو هيد غون يا او غون ايل اي سام سا او يو تيل بال كو شيب هذه يا من 0 حتى 10 تبداو من 0 0 كون كون 1 ايل زوج اي ثلاثة سام ربعة سا خمسة او ستة يوك سبعة تشيل ثمانية بال تسعة كو عشرة شيب وقلنا باش تلحقوا العشرين اي شيب ثلاثين سام شيب ربعين سا شيب خمسين او شيب ستين يوك شيب سبعين تشيل شيب 80 بالشيب 90 كوشيب والمية هي رقم واحدة رقم جديد وكلمة جديدة هي back this is it إن شاء الله تكونوا تعلمتوا حاجة من واش قدمنا لكم تكونوا فهمتوا الأرقام وإذا عندكم أي سؤال ولا ما فهمتوش كيفاش تحسبوا ولا تلفت لكم الليسونسيال عندكم أي سؤال خليونا في التعليق في الكومنتير تحت الفيديو ولا في لاباج تاعنا فيسبوك بربر بلوغ Thank you Dean You're welcome So see you in the next video راح نحكيو على السوارد إن شاء الله We will talk in the next video about money how to use it yes. how much it worth when you exchange it and a lot of different things So see you next time and don't forget to subscribe and to give us a thumbs up Thank you. Bye.